بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد بقى دلوقتي الكيسز. اوكي، الكيسز ما هياش صعبة، تمام، زي ما قلت لكم هي متكررة، تمام. انا بحاول بقدر الامكان ان انا مش هطول فيها علشان برضو يعني ما اخدش وقت منكم كبير، لان في حاجات كتير تعتبر معادة يعني هنمشي عليها على طول. بسم الله الرحيم. قبل ما ابتدي برضو دي جزئية القرآن، تمام. الجزئية زي ما قلت لكم سهلة جدا جدا. يعني أول حاجة سؤال بيقول لك is one question 1 لـ 4، بيقول لك يعني السؤال دوت من 1 لغاية 4. أوكي، بيقول لك عندك هنا دوت سماهر سماهر سم مش عارفة سماهير أو سماهر، المهم عندها 24 سنة، عندها 24 سنة. بتقول لك هي متعصبة وهانجري ولوزينج ويت. طالما كده يبقى احنا عرفنا ايه ان الحاله، طبعا هو لانك انت هتختبر على الثايرويد جلاند، لكن لو انت اوريدي مش عارفه هنشوف التست دلوقتي. بس طبعا واضح طبعا ان هو ايه، حاله هايبر ثايرويدزم. بيقول لك هنا البيشنت ديت بتسأل what is wrong with me, she first noticed these symptoms 2 months ago and they have worsened steadily. يعني زادت الحالة عندها جدا. she feels anxious يعني متضايقة for no reason, مفيش سبب, and has a trouble sleeping مشاكل في نومها. she has noticed that her appetite has increased although she has lost about a 5 كيلوغرام. يعني عايزة تاكل بشهية جدا بس فقدت وزنها برضو مع الرغم من كده. كان في her heart beating, بتحس بضربات قلبها. وطبعا سويتي وبكام فيري لايت. ميديكيشن الهرمونال بتقولك هير اونلي ميديكيشن عبارة عن ايه, الهرمونال كونتراسبتيف, وبتاخد النابروكسين ليه اللي هو ديسمنوريا بس, يعني المغص اللي هو البيريد بتاخد اللي هو النابروكسين, وبتاخد موانع حمل اللي هو مين, الهرمونال كونتراسبتيف. شي ثينكس ذات هير ماذر هاد سام كايند اوف ثايرويد بروبلم. يعني هي افتكرت ان مامتها كان عندها شويه مشاكل من الثايرويد لما كانت هي حامل. السيمتومز اللي باينه عندي ايه, ان البيشنت دوت البلس بتاعه عالي, البلاد بريشر عنده واطي, تمام, طبعا البريسنج ريت عنده عاليه, التمبريتشر عنده يعني يعتبر برضو عاليه شويه, عندها الهاندز فيها تريمورز, وعندها وورم ومويست. كل ديت اشارات على ان هي ايه, هايبر ثايروديزم, تمام, عندها هنا مشاكل هي هايبر ثايروديزم. حتى لو شفنا تي اس اتش هيبقى قليل, واللي هو الاف تي 4 هنلاقيه عالي. اوكي, طيب, يبقى دي ساينز والسيمتومز, وعرفنا الحاله ان هي الهايبر. طيب الحاله, السؤال اللي المفروض ان هو يتقال هنا, all of the following appropriate option now accepted one, ايه اللي مينفعش معاها طبعا, اللي هو تراي ايوثايرونين لان الحاله عندك اصلا هايبر. هاو كان يو مونيتورينج افيكاسي اوف سماهير تريتمنت, ازاي هنشوفها, طبعا هنعمل لها شيكينج صح ولا لا للتي اس تي 4 والتي 3 و تي اس اتش, المفروض كل قد ايه اللي هو عندي هنا, هنشوفها في السمري, احنا اصلا ركزنا عليها اصلا قبل كده, كانت فين, اللي هي كل 6 ل 8 ايه اسابيع, فيبقى عندي هنا الاختيار ده صح. طيب البروبنولول اللي هنضيفه ليه, زي ما قلنا الانكزايتي والتريمر والبالبيتيشن اللي بتحصل له بسبب الكاتيكولامينز الزياده اللي عنده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه, وان لا سوري, هو ده السؤال بتاعه, هو ده السؤال بتاعه. 1 month later, بعد شهر سمهير راح التاني تعمل فيزيت, قال لك اللي هو السيروتوكسيس سيندروم الحمد لله بقت كويسه وبقت تحس كويس, اللي هو سيرو اللي هو تي اس اتش عندها 9/10 يعني في الليفل, والاف تي 4 برضو في الليفل, تمام, خلاص, اوكي. بيقول لك هنا بس هي حاسه بايه بقى الايام اللي هي الاخيره, بتقول لك حاسه ان هي في بحه في صوتها, تمام, وبتحك في جسمها, والبلس بتاعها لقيناه اللي هو 92 وعالي شويه, وتمبريتشر ايه عالي.
تمام. واللي هو complete blood count عندها بالنسبة لل white disease 100 لمليمتر مكعب، طبعا كتير. وعندها النيتروفيلز ايه قليلة. طبعا كده يبقى معناها ايه؟ ان البيشنت ده عنده ايه؟ هو بيقول لك اهوت ايه الكوركت تشويس. الحالة ديت بقى ايه اللي حصل لها؟ اللي حصل لها هنا انفكشن، اللي حصل لها هنا انفكشن، انفكشن لانها بقول لك اهوت عندها كان عندها ايه فلو، فلو يعني انفلونزا، تمام. فمن الانفلونزا دي حصل لها انفكشن فسبب لها ايه الحاجات دي كلها. فعشان كده المفروض ان هي تاخد ايه انتي بايوتيك. لو مش هنلجأ لاي حاجه خالص تانية، لان الحمد لله التي اس اتش بقت في النورمال رينج وعندي الاف تي 4 في النورمال رينج، فاحنا مش هنحتاج نتدخل اي حاجة تانية، لان حتى الحالة بتاعتها بقت كويسة. هي الحالة اللي عندها ديت انفكشن فهي تاخد لها انتي بيوتيك. طيب هدى عندها 29 سنة، جينينج 12 كيلو جرام اوفر باست 3 مانثس، فيلز مينسلي سلاجش، سلاجش تمام. وي كولد ونيك getting flat fatter تمام. one examination have puffy faces. هل احنا اتكلمنا على البافي فيسز ديت؟ ما اتكلمناش عنها خالص صح. عندها اللارجد وزنها زاد جدا بقى 80 كيلو جرام. اللابوراتوري عندي اللي هو تي تي 4 كام؟ 4 و اللي هو التوتال 4 و 3 من 10، وانا مش حافظه قوي اللي هو التوتال، بس اللي هو الاف تي 4 عندي نص يعتبر قليل تمام. وان عندي التي اس اتش عندي كام؟ 14، 14 يعني كبير. طالما عندي التي اس اتش كبيره تمام وال اف تي 4 عندي قليله، يبقى ده معناه ايه اهوت؟ ده اصلا غير السيمتومز اصلا، يعني انا بس بقول لك يعني ان عشان لو جات لك الحاله كده، يعني لو جات لك ان هي مش باينه السيمتومز بتاعتها وكده، وبس جاب لك اللي هو التيستس بتاعت اللي هو ثايرويد جلاند اوكي، فطبعا عندي هنا يبقى ايه اللي هو هايبو ثايرويدزم تمام. بيقول لك هنا او حتى كمان قالك دايجنوز اللي هو هايبوثايرويديزم. فبتاخد دلوقتي الا ثايروكسين، المفروض تاخد قد ايه؟ طبعا هنضرب هنا وزنها اللي هو 80 في 1.6، هنضرب هنا 80 في 1.6 هيديكي كام؟ 128، زي ما قلنا من 100 ل 128 مايكرو جرام ايه once daily. طيب take medication history patient following drugs drug كلهم أدوية بتزود الهايبوثايروديزم ما عدا مين؟ واحد. طبعا اتكلمنا على الاميدارون والريفامبين والانترفين والليثيوم، ما اتكلمناش بس عن مين؟ على الميزو تراكسيت تمام. طيب يقول لك هنا what is appropriate، معلش بس عشان ما وريتكوش المكان ده فين اهوت في اللي هو drug induced. طيب نيجي بعد كده نكمل what is appropriate therapeutic end point of this patient، طبعا لغاية ما تتحسن الحالة واللي احنا قلنا عليها اللي هي الجول اوكي. describe possible complication اللي ممكن تحصل لهدى لو هي ما اتعالجتش، يبقى اللي هي مين؟ المايكس دي مكومة. على اساسها على فكره الاسئله دي هتتكرر كتير جدا بقى. after 3 months pregnancy، طبعا هي بريجننت دلوقتي، فاحنا المفروض نعمل ايه في حاله البريجننت؟ ان احنا نزود الجرعة. طيب بيقول لك hypothyroidism corrected ان هي اخدت الثايروكسين 1.6، ايه المفروض الجرعة بتتأثر بيه؟ هو دي الحاجات اللي هي الجرعة بتتأثر بيها تمام، الوزن والالدري والكارديوفاسكولار وكده. هل احنا ذكرنا الرينال فيلير؟ لا ما ذكرناش الرينال فيلير اوكي. طيب نرجع بقى نشوف هنا الأسئلة بتاعتي. منى عندها 27 سنة، هاوس وايف، ادمت الهوسبيتال فور اي انفستيجيشن، عندها زادت وزنها 15 اي كيلو جرام، يبقى ده طبعا خلاص عرفنا ان هو هايبوثايروديزم. المهم قال لك ان هو فعلا هايبوثايروديزم. طيب بس هنا الحالة بقى ايه؟ انت النك جيتر فلاتر، يعني الرقبة زادت حجمها تمام، يبقى في حصل جويتر صح ولا لا؟ يبقى دي الحالة عندي مين؟ اللي هو هاشيموتو ايه ثايرودايت صح ولا لا؟ لان احنا قلنا هايبوثايروديزم وفي عندي هنا ان الغدة اتضخمت او حصل لها جويترس او انلارجمنت، يبقى دوت مين عندي؟ اللي هو اللي هو الهاشيموتو. طيب انا عندي هنا الدايجنوستيك لابوراتوري بتشمل ايه؟ زي ما قلنا اهم حاجتين عندي اللي هو التي اس اتش تمام. طبعا هنا بيحصل فين؟ في اللي هو الهايبوثايروديزم اللي بيحصل له بيزيد التي اس اتش وبيقل عندي اللي هو الايه الاف تي 4 تمام.
وي بي ال عندي مين اللي هو الاف تي 4. طيب ال determines لل subjective data ايه الحاجة اللي اتذكرت هنا عندها؟ تعالى نقرا تاني. غير ان هي زادت وزنها وعندها cold و getting flutters زي ما قلنا ال neck وعندها بافي فيسز. احنا قلنا بافي فيسز ديت مش ذكرناها خالص. بافي فيس يعني وشها فيه علامة ايه اللي هو الاحمرار او اللي هو البافي ده، احنا ما ذكرناش دي خالص يعني. تمام. واللي هي ايه سلاجش يعني ايه حاسة بالكسل. فهو فعلا السبجكتيف داتا هنا اللي ذكرت اللي هي من الكلام ده كله اللي هي سلاجش. تمام. لكن احنا اتكلمنا حاجة عن الفيس بتاع اللي هو او اتذكر قبل كده بافي فيسز، لا ما اتذكرتش خالص. تمام. في الايه سبجكتيف داتا او ايه السيمبتومز. طيب find out ايه اللي بيبقى عندي مش موجود فيه اللي هو subjective data بتاعته اللي هو مين زي ما قلنا ال buffy faces. انت السؤال ده هيتكرر كتير جدا دلوقتي قدامنا. ال what if طبعا احسن حاجة ليه ايه؟ ان هو طبعا ايه ياخد ال thyroxine. what is appropriate therapeutic end point عندي اللي هو الحالة بتاعت signs و symptoms عندي تروح وترجع. طبعا ايه اللي هو thyroid gland تبقى ايه في normalize صح ولا لأ، اللي هو ايه اخر حاجة خالص ده اللي هو ايه number ايه. طيب describe possible complications ممكن تحصل اللي هو مين myxedema coma. تمام. ديت ممكن تحصل عندي. بيقول لك هنا common tests زي ما قلنا اللي بنعملها TSH وال FT4 وال FT4I دول اللي بنعملهم ايه على طول. لا احنا مش بنعمل ال TRH ولا بنعمل RT3 ولا بنعمل اللي هو لا هو بيقول لك الكومون. تمام. احنا بنعمل طبعا اهم حاجه اللي هو الاف تي 4 يعني والتي اس اتش دول اهم اتنين. ممكن لو جه معايا الاف تي 4 اندكس خلاص اوكي مفيش مشاكل. بيقول لك هنا افتر انيشيشن بنعمل الثايرويد فانكشنال شيك كل قد ايه زي ما قلنا من 6 ل 8 اسابيع. تمام. الانيشيال دوز بتاعتي في الثايرويد هرمون الهايبوثايرويديزم مش بيعتمد على ايه، مش بيعتمد عندي على الليفل، بيعتمد على البادي ويت وبيعتمد عندي على الكارديك ديزيز ومده قد ايه والايج وكل ده بيعتمد على، لكن اللي هو الليفل بتاع اللي هو التوتال ثايروكسين لا ما بيعتمدش على المعلومه ديت. اوكي. نيجي للاسئله اللي بعد كده. بيقول لك اهوت عندي هتلاقي بقى ايه السؤال ده اتكرر بقى، الاسئله دي بالنوع ده اتكرر اللي هو ايه البوسيبل عندي في الكونديشنز اللي هي نفس الحاله اللي هي زادت وزنها وعندها بتحس بسلاجج اللي هو بخمول وعندها حساس بالبرد وعندها اللي هو تضخم في النك. تمام. و enlarged thyroid. تمام. وعندها yellow skin buffy face زي ما قلنا مش من الاعراض خالص. تمام. اللي احنا اتكلمنا عنها نهائي. يبقى ايه الحاله ديت عندي لما يكون عندي hypothyroidism وعندي زي ما قلنا enlarged في الثايرويد يبقى ده مين الهاشيموتوز ايه thyroiditis. ايه عندي هنا السبجكتيف داتا اللي هو sluggish واللي مش موجود عندي اللي هو buffy faces. تمام. طيب الانيشال ثايروكسين هي عندها وزنها 60 و15 يبقى كام 75 في 1.6 تقريبا نفس الرينج اللي هو من 100 ل 126 مايكرو جرام بير داي. بيقولك لو اخدناها بكمية كبيرة ايه اللي هيحصل اللي هو الليفوثيروكسين اللي هو الاوستيوبروزيس. تمام. دوت من الاعراض اللي هتبقى تظهر عليه. بيقولك هنا which of the following instruction ايه اللي المفروض يتعمل ان هو يتاخد على معده فاضيه في الليل. تمام. دي البايو افيلابيلتي بتاعته بتبقى امبروفد. which of the appropriate end point لازم تبقى ايه اللي هو تتعالج وتبقى ايه ثايرويد فانكشنال. تمام. لو اتسربت الحاله ما اتعالجتش ما ماكس دي ما كوما ديت قلنا زي ما هم الكومن تيست اللي المفروض تتعمل. طيب بقول لك لو الحاله ديت بريجننت المفروض نزود ايه من 30 ل 50% ايه من نسبه الثايروكسين. طيب منى عندها 27 سنه ادميت للهوسبيتال عندها سلاجج. عشان كده زي ما بقول لكم بيهتموا قوي بالهايبوثايرويديز عشان كده تهتم بيها جدا. الحاله طبعا هنا في بانها هايبو يبقى ايه التي 4 دوت الفيرست تشويس طبعا. تمام. دوت عندي هنا اللي هو الفيرست. بيقول لك هنا لان لسه ما دخلتش في المايكس تي مكومه ايه الفولوينج عندي هنا في حاله الانديوسد هايبوثايرويديزم زي ما قلنا اللي هو الميزوتريكسيت. بيبقى عندي هنا الهايبوثايروديزم
ايه الحاله اللي ملهاش دعوه بالدوز اللي هي 1.6 ل 1.7 من 10 مايكرو جرام ديت؟ زي ما قلنا، مين طبعا مشاكل القلب معانا، العمر معانا، طول المده معانا. يبقى مفيش الا عند الرينال فيلير، تمام. لو البيشنت رينال فيلير ده مش بنأثر على الدوز بتاعت اللي بياخدها. اللي خارج اللي هو الاباف كيس اللي هي بافي فيسز. عندي هنا ايه الاند بوينت بتاعتي اللي انا بوصلها بعد العلاج، اللي هو يوصل ايه، وثايروديزم امتى؟ لما ايه الحاله عنده بتتحسن وثايرويد فانكشنال ايه تيست بتبقى تمام. السؤال اللي بعده بيقولك ديسكرايب لو هو الحاله ما اتحسنتش عندي، اللي هو المايكس دي مقومه، تمام. سوري. السؤال اللي بعده بيقول لك في ميل تيكينج اللي هو ليفوثيروكسين، او حصل لها ان هي بقت بريجننت، ايه المفروض نعمله؟ اللي هو بتزود الدوز، تمام، من 30 ل 50%. انيشيشن ثيرابي ثيرويد فانكشنال شيكد، المفروض كل قد ايه؟ من 6 ل 8 اسابيع. هنا بقى في السؤال ده بيقول لك عندك الهايبر ثيرويديزم، اللي احنا نختار ما بينهم. احنا قلنا الاتيولوجي، قلنا السايز اوف جويتر، وقلنا على حسب العمر المريض، تمام، اللي هو اللي يعتبر patient basis. و برضو المفروض ان هو ايه بيعتمد برضو على ال patient ايه preference. منين جبت المعلومة بقى الزيادة ديت؟ عندك من ال reference، تمام، اهوت قالك ان برضو بيعتمد على ال patient desire، وبرضو بيعتمد على اللي هو ال clinical available resource، يعني اللي هو زي كده زي ما انت بتذاكر كده من المراجع، يعني المرجع ايه اللي يفضل عن ايه يعني. فيعتبر يعني من الكلام ده كله ان هو يعني مفروض يعني اللي هو خارج الموضوع دوت اللي هو ال physician base يعني. بس انا مش عارفه بصراحه، لانه كلهم موجودين، البيشنت بريفرنس موجود، والسايز اوف جويتر، وعندي الايتيولوجي اوف هايبر ثايرويديزم، والبيشنت بيز، والفيزيشن بيز برضو مهم اكيد، يعني هو الدكتور اللي هيقرر يعني. بس هو هنا بيفضلوا ان البيشنت بريفرنس هو اللي يقولك انا هختار مثلا طريقه العلاج ديت يعني. مع انه هو هنا بيقولك لو هو حاجه امبيريكال، سوري، لو حاجه امبيريكال ان هو بيتدخل فيها الدكتور يعني، وعلى هيئه ان هو مصادر بيشوفها يعني. فيمكن عشان دي ما جاتش صريحة، فهي يعتبر ايه ممكن ال physician A base. اوكي. بيقولك هنا عندك 23 years old sexually activated woman only medication birth control pill، بتاخد بس عن طريق اللي هي الحبوب منع الحمل. طيب، لقيت ان هي nervousness وعندها مشاكل كتيرة في المنستيرول بيريود، شافت اللي هو total thyroxine لقيته عالي، واللي هو free thyroxine لقيته في اللي هو في النورمال، واللي هو بالنسبة برضو للي هو اللي هو thyroid stimulating هرمون برضو لقيته في النورمال. فهنا بيقول لك ايه، ذا بوسيلت اوف سيرام اللي هو اللي هو التوتال ثايروكسين ميجرمنتس فولسي ايفالويتد ديو تو استروجين از كونسيدر اوف ذا فولوينج ار ترو اكسبت وان. بيقول لك كله صح ما عدا واحده، ايه هي؟ بيقول لك هنا يعني انا عندي هنا كل المعلومات ديت صح ما عدا واحده. ايه هي المعلومه دي؟ برضو انا جبتها منين؟ من الريفرنس بتاع مين؟ كودا كامبل. عشان كده بقول لكم هما السؤالين دول اللي لقيتهم بره في كودا كامبل، جبتها من هنا، تمام. فقال لك ان هو ما بيأثرش على البروتين بايندينج، ما بيأثرش على الثايرويد فانكشنال، ما بيزودش الثايرويد ريكويرمنت. فانا يعتبر الفولس عندي هنا اللي هو ايه بيزود الثايرويد ريكويرمنت، فديت هي يعتبر الميستيك الوحيده، تمام. بعد كده في عندي اللي هي الاسئله التانية، عباره عن ايه، عن وورد، بس احنا قلناها يعني، انا هعدي عليها برضو بسرعه بس عشان اوريكم ان كل الاسئله تقريبا معاده يعني. ديت اهوت بيقول لك الحاله برضو نفسها اللي هي عندها
اللي هو فلتر في النيك وعندها هايبوثايروديزم، تمام، ايه الحالة بتاعتها وايه المفروض دايجنوستيك لابوراتوري وايه المفروض سبجكتيف داتا، تمام، وعندي هنا الاوبجكتيف داتا اللي مش موجودة المفروض واللي نعالجها ازاي، والمفروض الاند بوينت بتاعتي ايه، ولو الحالة ما اتعالجتش توصل لايه، والمونيتورنج كل قد ايه، والايه اني انواع من التيستس، و الانيشال دوز عندي ما بتعتمدش على ايه، تمام. كل دوت احنا قلناه. وعندي هنا ده برضو اسئله، تمام، اللي هو بيقول لك هي عندها ماكسيما كوما المفروض ما تاخدش ايه، اللي هو زي ما قلنا، او سوري السؤال مختلف، بيقول لك هنا ان هي سلمى عندها 70 years old، تمام، ووصلت الامرجنسي ديبارتمنت، عندها شيست بين جامد، بيقول لك عندها بتحس بخمول، تمام، ودخلت في المايكسيديما كوما. فبيقول لك ايه البريسيبتيتنج فاكتور اللي ممكن تعمل اللي هي المايكسيديما كوما، ما عدا يعني احنا عايزين دلوقتي ما عدا الانفكشن ممكن تعمل، سيرجيكال ممكن تعمل، لو هي عندها مشاكل في القلب او دايابيتس ميديز ممكن تعمل، لو هي في جو برد او بتاخد مهدئات كل ده، لكن لو هي بتاخد ثايروكسين هل هيحصل لها مايكسيما كوما؟ اكيد لا، تمام. ده بالنسبة لاول سؤال. طيب بيقول لك تاني سؤال، بيقول لك تريتمنت اوبشن ايه المفروض اللي تاخده سلمى في المايكسيديما كوما. المفروض ان هي تاخد طبعا فنتيليشن وكلوكوز وفلويدز وثايروكسين، صح ولا لا؟ لكن هل احنا ذكرنا الهايدروكورتيزون؟ ما ذكرناهوش خالص، تمام. احنا قلنا ممكن تشتغل الكورتيزون في حالات اللي هو الهايبر ثايرويد، ومش كمان اللي هو الهيدروكورتيزون اللي بنستخدمه اللي هو البريدنيزون او الهيدروكورتيزون عشان نعالج ايه حالات اللي هي الاوبسالمو باسي. اوكي، طيب السؤال اللي بعده. سارة عندها 25 years old، بيقول لك عندها ايه اللي هو الهاشيموتو ايه سايرو ايدايتس، بدأت باللي هو ال سايروكسين، بقولنا ان هي بتتعالج بال سايروكسين، تمام، وبتاخد ادويه تانية لانها عندها ابيليبسي، فبتاخد ادويه انتي كونفنشن زي الكاربامازيبين. لو نفتكر الكاربامازيبين كان بيعمل ايه في ميديسنال 1، كان بيزود الميتابوليزم. اوكي، فبيقول لك هنا بقى الاف تي 4 عندي هنا 6 من 10، طبعا قليل. التي اس اتش عندي هنا عالي، تمام، يبقى الحاله ديت طبعا اكيد ايه هايبوثايرويديزم. طيب بيقول لك هنا ليه ما بتتاثرش باللي هو العلاج، يعني ليه نوت ريسبوندنج للثايروكسين؟ قال لك لانك هنا ما بنساش ان هي بتاخد الكارمامازيبين، صح ولا لا؟ فالكارمامازيبين هنا بيزود الميتابوليزم بتاع مين؟ الثايروكسين. ده طبعا من اسباب ان هو ما بيديش ايه الايفكت بتاعه، تمام. طيب احمد عنده 75 old man was with long standing hypo thyroidism he is now started treatment of oral thyroxine، يعني كان عنده هايبو ثايروديزم عفوا، ويبقى بياخد دلوقتي مين اللي هو الاورال ثايروكسين. ايه احسن جرعة ياخدها احمد؟ طبعا واضح ان احمد عنده ايه، او ان هو elderly ايه patient، صح، المفروض ان هو بياخد من جرعة 50 ل 100 مايكرو جرام بير داي. اوكي، فهو في الحالة ديت المفروض ديت المفروض اللي هي مايكرو جرام، تمام، مش ميلي جرام. فاعتقد هنا في ميستيك، يعني لو هي في ميستيك المفروض هي مايكرو جرام يعني، وبتزيد بعد كده كل 4 أو 6 ايه اسابيع زي ما احنا عارفين يعني، بس لو هي ميلي جرام يبقى في خطأ. اوكي، ليلى عندي 65 years old woman، عندها history من الانجينا والليفر انزيمز عالية، عندها palpitation sweetening، خلاص يبقى weight loss، عرفنا ان هي عندها ايه، حتى كمان diagnose لجرافز ديزيز. طبعا هنا جرافز ديزيز ليه قلنا هنا ان هو بيعالج احسن حاجة اللي هو ال RAI، لانه اصلا زي ما قلنا الحالة اصلا عنده ايه اللي هي antibody، يعني مرض مناعي يعني اقصد. وكمان غير كده ان البيشنت ده ايه كبير، او سوري الومن دي كبيره، وكمان عندها انجينا، وزي ما قلنا هنا ان هو في الادلت والاولدر واللي عندهم ريسك من الكاردياك، صح ولا لا؟
فاحسن ليهم حاجه. وكمان زي ما قلت لك ال جريفز يعني احلى حاجه ليه، عشان هو حاجه مرض مناعي، فالاغلب بيعملوا له ايه راديشن باللي هو راديو اكتيف ايه ايودين. طيب هدى عندها اللي هو عندها 28 سنة، بريجننت عند في الأول شهور، تمام. انتولرانس سويت، يبقى دوت كله ايه، طالما خلاص كده عرفنا سوولوينج وبالبيتيشن، يبقى هي عندها هايبر ثايروديزم. ده البلاد بريشر بتاعها يعتبر طبعا عالي، والبلس عالي، واللي عندها انلارج في الثايرويد، وعندها ايه جريفز ايه ديزيز، وعندها هنا ايه جريفز ديزيز. يبقى هي البيشنت ديت عندها جريفز و بريجننت، يعني هي عندها هايبر ثايروديزم وعندي كمان هنا بريجننت. طيب بيقول لك هنا ايه السؤال، ايه الثلاثه ميجور ميديوليتيز، ايه الثلاثه المعروفين اللي ينفع يستخدم معاهم، اللي هم اللي في حاله الهايبر ثايروديزم، اللي هي الار اي اي والسيرجري و السايوامايد، صح ولا لا؟ تمام. طيب العلاج اللي ينفع معايا في حالتها، هي في الاول على فكره في الاول ترايمستر زي ما قلنا، في الاول وفي الاخر بنستخدم البي تي يو، وفي حاله اللي هو البولي ايه ثايروسيل، وفي الاخر ممكن نلجأ لايه او سوري في النص اللي هو السكند نلجأ للسيرجري، صح ولا لا؟ اهوت قال لك السيرجري سيف في حاله السكند، وممكن ايه في الاول والثالث بنلجأ لمين، اللي هو السايوامايد، تمام، لان احنا بنخاف ان احنا نلجأ في السيرجري في الاول وفي الثالث، لان ممكن يحصل ابورشن، تمام. ليبول ايودين سوليوشن بيستخدم لكل الانديكيشنز ديت، تقول لك يستخدم في الانديكيشن ما عدا اللي هو الليجيول سوليوشن او الليجيول ايودين سوليوشن. هل هي قبل السيرجري بيشيل الريليف سيمتومز، بيعمل الثايرويد، بيعالج الثايرويد ستورم، بيعمل ايه هنا؟ هو كل بيعمل كل حاجه، يعني انا بستخدم الليجيول ايودين سوليوشن ده، طب عشان بس نكون عارفين ايه هو دوت، بيبقى سوليوشن بيحتوي على الايودايد، اوكي. بقدر استخدمه طبعا دوت في الدبروم، بستخدمه في حالات اللي هو الجريفز ديزيز قبل اللي هو اللي هو العملية، تمام، او اول ما حضرهم للعملية، يعني بقلل اللي هو بيقلل الثيرويد هرمون ايه ريليز، اوكي. وفي حالات اللي هم الناس عندهم ثيروتوكسيك بيشنت او كاردياك اي دي كومبنسيشن، وبرضه بيعمل انهبيت ثيرويد هرمون ريليز، بس بعد بيستخدم في حالة اللي هو السيرب اللي هو راديو ايودايد او راديو اكتيف ايودين، بيستخدم ايه اللي هو الايودايد بعد اللي هو السيرب ده مش قبل، تمام. هي بس الكلمة المستيك هنا ان هو قال بيفور. احمد عندك 46 سنة، ادميت امرجنسي ثايرويد ستورم، عنده طبعا هاي فيفر وبالبيتيشن وكده، سي ان اس ستيمولت تاكيكارديا. طيب بيقول لك هو كله المفروض ياخد ما عدا، طبعا انا مستغربة ليه اختار دوت، المفروض ان ما ياخدش الكوليسترامين، لان الايودايد والار اي اي والسايوامايد والبروبرانول كل دول بينفعوا مع حالات الثايرويد ستورم. هو يمكن شاف الكوليسترامين على هيئة ان هو كورتيكوسترويد، يعني الكوليسترامين دوت بيعالج البايل اسيد، يعني حاجات تانية في يعني ملوش علاقة اقصد باللي هو الثايرويد اي جلاند. طيب الهايبر فانكشن طبعا مين، اللي هو الهوت نيول بيحتوي على ايودايد ديت. انا هو بصراحة في كيسز، تمام، دي بقى كيس طويلة، الكيس الطويلة ديت يعني انا الكويشنز اللي عليها هتلاقوها سهلة جدا جدا، والكويشنز هنا موجودة بحلولها على فكرة، يعني انا لاحظت هنا الكويشنز موجودة بحلولها، وحتى كمان احنا ذاكرينها في الشرح، يعني مثلا يقولك الدوز، امتى نعمل مونيتورينج، ايه الحاجات الاوبجكتيف و اللي هو السبجكتيف، الاوبجكتيف طبعا احط خلاص اوبجكتيف وسبجكتيف، اللي هي الحاجات اللي بتبان على المريض، والحاجات اللي بتتشاف فين في اللي هو اللابوراتوري تيست. ايه الجزء اوف ثيرابي قلناها، اللي هو الافيلبل اوف تريتمنت، يعني ايه الحاجات العلاجات اللي ممكن تكون موجوده وازاي نعمله مونيتورينج، تمام. وايه البروبلمز، ايه برضو اللي ممكن تتعلق بالادويه. انا لاحظت ان الكويتشنز اللي هنا
محلولة يعني. اوكي، فعشان بس ما اخدش من وقتكم، وهي سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة، واحنا اتكلمنا عنها قبل كده. اتمنى لو في اي سؤال، اي استفسار، اي حاجة مش مفهومة، انا معاكي. وانا حاولت بصراحة بقدر الامكان ان انا اجمع اغلب الاسئلة، اوكي، بس اكيد في اسئلة وقعت دروب مني. المهم لو انت في اي سؤال مش عارفاه او اي حاجة محتاجاني اعيد لك عليها شرح تاني، مفيش اي مشاكل، اسألي اي وقت. وانا اول ما اشوف السؤال باذن الله ارد عليك يعني، لان بكون طبعا مضغوطه في الريكوردز وكده، فممكن اتاخر عليك شويه بس يعني. الله يوفقكم ويسهل عليكم، يا رب ان شاء الله تبشروني الاختبار الجاي. بالتوفيق يا رب.